يعطيكم العافية. موسم الموني مستمرين فيه، كل فيديوهات الموني كاملة موجودة عندي على القناة على اليوتيوب قناة رباب عياد. اليوم عملت كمبوت الذرة أو النكتارين يلي بلا وبر، فينا نعمل يلي بوبر بس بنغسله منيح. شايفين ما شاء الله بفصل الشتاء نفتح المرتبان نشرب عصير، والباقي إذا بنعمل كيك فينا نزين فيه. وعملت كومبوت الرمان، كومبوت الرمان فريد من نوعه، أول مرة بينزل عندي على القناة. بتمنى يعجبكم الفيديو، هيدا الفيديو نازل قريبا على اليوتيوب قناة رباب عياد. بحبكم كتير، بتمنى اللايك والاشتراك والشير، وباي باي.